سلامتكم وراحتكم ورجع منكم المقاطع مقاعد مثل ما مرغوبة حتى تخطى الطائرة تماما وتخطى إشارة رفض باب الأمان للحج والاستفسار وتقديم الاقتراحات نرجو منكم زيارة موقعنا في لينات.com كما يمكنك أن تحمل تطبيق ترى الناس للهجمة الذكية نيابة عن قائد الطائرة وتقنية أفراد الطاقم نتمنى لكم مقام السيدة في الدمام وشكرا.